بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك وآلك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم يا أبا عبد الله. أنا ابن علي الخير من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم من مضى، وعمي يدعى ذو الجناحين جعفر، وفاطمة أم ابنة الطهر أحمد، ونحن سراج الله للخلق نزهر، حسين أنا والمجتبى السبط لي أخو، وتاج لنا في العز والفخر حيدر، ونحن سراج الله للخلق كلهم، نسر بهذا في الأنام ونجهر، ونحن ولاة الحوض نسقي محبنا، بكأس وذاك الحوض في السقي كوثر، ويسعد فينا في الأنام محبنا ومبغضنا يوم القيامة يخسر. الحوض إلينا والولي حيدر السقاي، يسقي بمعزة لشيعتنا بارد الماء، وحسيننا واللي يحبني يصير وياه، مكتوب من أنصار يوم الغاب، وين اللي يبلغ شيعتي عني سلام. يا سكينة على الغيشي
تجري تشوف انصار ديني هذا عن يساري وهذا عن يميني وانا طريح انظر الى زينب بعيني تجمع اطفالي في طفوف الخاذيه وحسينة تجمع اطفالي وانا فوق الدرب مطروح عطشان واتقلب وعاني نزف الجروح وش حالها من ردت وشافتني مذبوح والزلزلة عمت على السبع العلي سرها ومن رفع والراس برمح لقمة صدر والصيح وش حال التي شافت نخرها مذبوح راسي رافعين بسمهري وحسين لما أن قتل صحبه وأهله وأولاده بقي فريدا وحيدا بلا ناصر دخل مخيمه ولبس قميص جده وعمامه جده ونعل جده ومشى الى القوم ليلقي عليهم الحجه الاخيره ووقف من بينهم مناديا على ان تقاتلوني على أنت من سفكته أم شريعة بدلتها أم سنة غيرتها فغدوا حيارى لا يرون لبعضهم إلا الأسنة والحرى نادى ابن سعد حتى لا ينقلب المعسكر علينا أرشقوا بالسهام عظم الله أجورنا وأجوركم فأتته 400 نبلة وكان لأبي وأمي بلا درع كان لابسا قميص جزده ليلقي عليهم الحجة الأخيرة وما أصابه من تلك النبال مزق بدنه من حلقه إلى سرته جرت الدماء فعرف أن القوم قد استحوذ عليهم الشيطان فمشى عنهم إلى وين راحل المشرع يلقي النظرة الأخيرة على ذلك الجسد المطهر وقف على أخيه يقول في أمان الله يا أخي يعز عليك يا أخي عباس ما أنا فيه من الشدة والذلة والوحدة ينظر عند العلقم العباس مصروح وإحنا على جسم الشفية محمي الضلوع إيد العلم شاله وعينه تهل الدموع والقلب منا يستعر من نار الأحزان وحسينا نادى العلم قل لي يا أخوي
حقك يا اخويا من يذل، يحق لي على فقدك دمع عيني، وحدت ما بين عدوه، ثم مشالي يلقي النظرة الأخيرة على أصحابه وأنصاره، وقف ما بينهم مناديا أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبتم، ولكن ما أعلم إلى الله لا إلى الناس يشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء، وين وقبل على الشبان وعاينهم منابح، نادى عليهم والدمع في وجنة يسير، نام المصابي سمعت كلام زينب الحور من الأحزان، وحسينا خرجت من خدرها مازقة الجد لاطمة الرأس، وقفت بين يديه من تنادي وتنادي، شتريد من هاي الجثات؟ قل لي اسلام، قلها اريد من قدم لي قالت ان اللي لك اقدم يا ابن عدنان، قبلت جبهته صاحت اخي حسين هل رايت اختك واختك تقدم جواب المنيه لاخيك؟ قال لا يا اخي، وهل رايت اخا كاخيك قد كثر واتره وقل ناصره؟ الجواهات بقلب مفتوح صاحت يا خويا بسألك يا نور البيوم، هل شفت مثل خيط أخوها ماشي للموت وتقدم جواب المنية له يا حيرة؟ ما بين 70,000 مثلي ظل محتر، ينظر اخوانه وعزوته صرعى بلوعة، عباس فوق المجرعة مقطع الذرع، صعد على جواده مشى بأبي وأمي يضرب في القوم يمنة ويسرى، صبغ الأرض بالدماء وكان يريد المشرعة، وكان كما يقول الرواة عليها 4,000 فارس، فكشفهم بيمينه وهو ينادي أنا ابن خواطر، أنا ابن منكس الرايا، أنا ابن كاشف الكروب. اليوم يوم الشيعة ترى
كشفهم عن المشرع خاض الماء وأحس ببرده في قدميه غرف غرفة ليشرب أدناها من فمه وإذا برمية ابن بحر أصابته في حنكه الشريف وانبعث الدم من حنكه كالميزان. عظم الله أجورنا وأجوركم وإذا بصالح عليه كيف تلتذ بالماء يا حسين وقد أوتك حرمك. فرم الماء وخرج ودماؤه من الحنك تنزف قصد إلى المخيمات ووجدها سالمة فعلم أنها خدعة من القوم حتى لا يذوق الماء. وقف بين النساء خرجت زينة
شايفه شايفه وحقك شافتها يوم يمسح على راس حميده من المسلم. تشير إليه أيضا أنا لي عندك حاجة كما نزلت إلى سكينة انزل لي يا رب. فنزل لها من على ظهر الجواد قال قول يا أخي. قالت لا أنا حاجة غير حاجة سكينة. شنو حاجة شو خي؟ قالت لا بطل درعك هذا افتح الدرع مالك. اكشف لي على البطن قريب بطنك يا رب. رفع لها عن بطنه كشف بطنه ومرت بفمها الشريف وقبلت بطنه ثم رفعت راسها وألوت عليه وقبلت حنجرته موضع الذبح ثم رفعت طرفها متجهة إلى ناحية البقيع. محمد من القبر.
النساء على الحسين وضجتهن صاح على القوم ارشقوه بالنبال فلعل نبلا او سهم يصيب الحسين فيريحنا منه. عظم الله اجورنا واجوركم عندها وجهت 4000 نبلة الى الحسين. وهو من بين النساء فشك سهو الازار امرأة تخشون المعاد فعلى الأقل كونوا أحرارا في دنياكم. فقال الشمر ما ندري ما تقول يا ابن فاطمة. قال أقول اقصدوني واتركوا حرمي. إيه نعم صاحب حميدة يقول إلى زكينة بأبي وأمي أعطيت الله قلبا فأعطاني بقاء في شيعتي إلى يوم القيامة وأعطيته نسوة يصعدن على الجمال فأعطاني عفة في ممات شيعتي إلى يوم القيامة. صاح الشمر ويحكم ارشقوه بالنبال وردهن الحسين خوفا عليهن مناديا ايقوم ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخشون المعاد فعلى الاقل كونوا احرارا في دنياكم. فقال الشمر ما ندري ما تقول يا ابن فاطمه. اعمى القلب ملعون لا يعي ما يقول الناس ما يعي ما يقول غيره فكيف بما يقوله الامام. قال ما ندري ما تقول. قال اقول اقصدوني واتركوا حرمي. قال لك ذلك يا حسين. فنظر الشمر الى قومه قال ما دام على قيد الحياه لا يتعرض احد الى حرمه يعني اذا مات. هذا المعنى ما دام على قيد الحياه يعني امر معقد فقط. عظم الله اجورنا واجوركم. ثم خرج الحسين من ناحيه الاخبيه وصار يدفعهم عن الخيام يمنه ويسرى وكان يبارزه الرجل فيقتله يبارزه الاثنان فيبعد احدهما ويضرب الاخر. فنادى الشمر ويحكم هذا ابن قتال العرب لو بارزه اهل الارض بهذه الطريقه لافناهم عن اخرهم. قالوا اذا ما العمل؟ قال فالفلد يزحف الجيش كله على الحسين واسحبوا به الى التلال والروابي وافترقوا عليه 4 فرق. عظم الله اجورنا واجوركم. فزحفوا به الى التلال والروابي اصطكت عليه الرايات والعساكر من كل جانب وحصروه بين تلين او جبلين افترقوا عليه 4 فرق فرقة تقاتله وأخرى من على التل ترشقه بالحجارة والنبال وأخرى بالسهام. عظم الله أجورنا وأجوركم. هذا وقد أعياه نسف الدماء وحال العطش بينه وبين الرؤيا صار ما يشوف كالدخان حتى كان يمر الفارس أمامه ولا يكاد يرى.
الأسرار وإذا بسنان الملعون قد أقبل وبيده رمح طويل فطعن إمامنا برمحه في صدره وحسينا وإماما من الله وغشي على إمامكم يا الله.
Oh,
هه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 ه